ما قلت لكم خطة إدارة المخاطر يعني ممكن يسويها البلد هنا، بس بالمشاريع اللي برا لازم أكو خطة إدارة المخاطر، ما أخلي الأشياء عشوائية لمتى ما تصير. ريسك ايدنتيفيكيشن هي جزء من الريسك مانجمنت بلانز، اللي هي تعريف المخاطر. هسه أنت عندك مشروع، إيه شنو المخاطر اللي هي موجودة؟ تجي تعرف المخاطر، ممكن إضراب، ممكن انه توقف العمل بسبب سوء الاحوال الجويه. يعني بكندا مثلا اكو شهرين ذني ما تشتغل بهن، زين ما ممكن، الجو ما يساعدك، ما يصير تصب كونكريت بهن. فتجي تعرفهن هذني، determining the risk might affect، تجي تعرف المخاطر التي يمكن ان تؤثر على المشروع، وتسوي لهن يعني documentation، تسوي لهن وثائق، تكتبهن على مود مدير المشروع ما يظل يفرق ذاني يعني ورا ما شاف انه توقف عند المشروع. 15 بلان بيرتشيز اند اكويزيشن. هنا هسه معظم المشاريع تجي بها خطه شراء. احنا عندنا بال يعني في دوائر الدوله يسموهم شو اسمه لجنه المشتريات. لجنه المشتريات انت هناك مؤسسه، فهاي لجنه المشتريات يعني هذا المشروع يحتاج الى ماطورات او يحتاج الى اثاث. هم العملية انه انت وصلت وتبدي تدور وما اعرف ايش وهذا، وانما اكو خطة يقول لك يا بالماطورات احنا تجهيزها من الشركة الفلانية والشركة الفلانية والشركة الفلانية. تتصل بهذني الشركات في هذا الوقت وتاخذ مثلا السعر الافضل، او انه يقول لك يا بانه هذا الجهاز مال الرنين لازم تجيبه من شركة ال جي. زين، فهذه عملية الشراء ايضا تحتاج الى خطة. ليه ما تسويها وشلون تسويها وشلون تدفع الفلوس و و و كلهن determining what to purchase or acquire، شنو الأشياء اللي تشتريها أو تحتاجها، and determining when and how، أيضا تعرف متى وكيف. الخطة الأخيرة بالplan contracting أو بالplanning هي contracting plan. كل مشروع يحتاج إلى مقاولين، ممكن أكثر من مقاول وممكن مقاولين فرعيين. يعني أنت عندك مقاول يسوي البناية والكهرباء والماء ممكن كلها، بس المقاول ممكن اللي يجيب لك الأجهزة الطبية يختلف، مو صحيح؟ المقاول اللي يأثث لك ممكن يختلف، زين. أو عندك مقاولين فرعيين، واحد يجيب لك كونكريت واحد يجيب لك تراب، وهذه مو بكيفك تجي تدور وما اعرف ايش وهذه، وانما هذه كلها تجي تحدد يا انت في الوقت الفلاني تحتاج انه تتفق ويا مقاول انه يجهز لك الاعمال الكهربائيه، ويا مقاول يجهز لك الكذا. هذه كلها ايضا خطه مكتوبه، documentation products services. يعني انت شنو تجي توثق، شنو المنتوجات اللي تحتاجها، شنو الخدمات اللي تحتاجها، and results requirement، والنتائج اللي هذا، and identifying potential seller، من اللي راح يبيعك يا من اللي يتعاقد وياك. العقد انت كتبه بكيفك، لو عقود مكتوبة بس تجي توقعها، هاي كلها اثناء عملية البلانينج. هسه يعني انا اعتقد انه شوية طويل هذا، فلهذا راح نكتفي هنا نوقف زين، وان شاء الله المحاضرة الجاية اكمل لكم هذه المحاضرة اللي موجودة.